يتحدثون أن المجلس محافظة الأنبار واختيار المحافظ تم بنصف ساعة، صحيح هذا لو لا؟ نعم هذا اللي أنت من الأنبار. يعني ورد من الأنبار، يعني صح لو لا؟ اللي ورد من الأنبار، أنا أقول أن محمد الحلبوسي في هذا التشكيل خسر حلفائه وخسر كثير من قوته السياسية، هو خسر. ليش انسحب السيد المحافظ السابق علي فرحان؟ مو بس السيد المحافظ، هنالك حتى خميس الخنجر، حتى عزم، حتى حسن، في محافظات ما اتفقوا معاهم. نعم. هو ربح الأنبار لكن خسر هذه الكتلة السني. الكتلة اللي سمعنا بها ببغداد من حسم وعزم. هاي ستعزل الحلبوسي. لا هاي في بغداد. هاي في بغداد. نعم. في بغداد والمحافظات الأخرى لو فقط. قد لا المحافظات انتهى موضوعها. نعم.